قمة برلين حول ليبيا التي انعقدت برعاية ألمانية جمعت مسؤولي 11 دولة اتفقت على أن لا حل عسكريا للنزاع في ليبيا. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن القمة خطوة صغيرة إلى الأمام، فيما وصفها وزير الخارجية الروسي بالمفيدة جدا. وتركزت نتائج المؤتمر على احترام حظر الأسلحة في ليبيا والتأكيد على عدم التدخل في شؤونها الداخلية، في إشارة واضحة للدولة التركية وفقا لمراقبين. إن رجب طيب أردوغان أرسل المرتزقة إلى الأراضي الليبية وبقايا دولة داعش، فاتضح للجميع الرغبة التركية في إنشاء مقر جديد لداعش داخل الأراضي الليبية وتحويل المشكلة السورية والأزمة السورية إلى داخل الأراضي الليبية والمنطقة العربية. وكان من الضروري والحتمي وجود هذا المؤتمر للوصول لحل هذه الأزمة وإيقاف طموحات رجب طيب أردوغان التوسعية. وتدعم تركيا برئاسة أردوغان حكومة السراج في مواجهة الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، وترسل الأسلحة إلى ليبيا إلى جانب مرتزقة جهاديين من بينهم سوريين، وهذا ما اعتبرته القمة خرقا للحظر الذي فرضته الأمم المتحدة، حيث يرى محللون أن تركيا تسعى لنهب ثروات ليبيا من خلال نشر الإرهاب فيها تكرارا لما فعلته في سوريا. توقع أن سوف تكون النصرة للإدارة الروسية للاتحاد الأوروبي ضد أطماع أردوغان، لأن الموقف صار واضح أو بقى واضح أمام الجميع، هو عايز بس ينقل الكونفليكت اللي موجود حاليا في سوريا والمرتزقة وبقايا الدواعش اللي موجودين هناك حماية ليهم، ينقلهم منطقة الشرق الأوسط عشان يكونوا الزراع العسكري للأيديولوجية السياسية الخاصة به هو والتوسعية، وأيضا الحصول على مستحقات الشعب الليبي في البحر المتوسط. وكان نشطاء عرب وكرد وألمان قد نظموا اعتصامات أمام مقر انعقاد المؤتمر تنديدا بالدور التركي الهدام في ليبيا، مطالبين المجتمع الدولي بإنهاء هذا الدور. نحن كليبيين وقفنا اليوم لنرفض هذا التدخل وغيرهم من التدخلات في الشأن الليبي، ونرى أن المشكلة الليبي يجب أن يحل بطريقة ليبية دون تدخل من أي طرف من أطراف الأخرى. على كامل ثقة بين الليبيين سيقاتلون هؤلاء الناس، ومن يدخل ليبيا أو بلغ من يدخل ليبيا أنه سيرجع جثة لأهله، لأن الليبيين لن يرضوا ولن يستكينوا حتى ينظفوا ليبيا ويطهرها من كل هؤلاء الأنجاس الذين تزج بهم الدولة التركية في ليبيا. تجنب حرب أهلية تحول ليبيا إلى سوريا الثانية ونزع سلاح الميليشيات أهم أهداف مؤتمر برلين حول ليبيا، خاصة بعد أن بات الوضع معقدا نظرا لتشابك المصالح بين الأطراف المتصارعة وداعمها. عماد ثلاثة، قناة اليوم، برلين،